أسلمتكم. أطلع عليكم خربتوا المغرب. فرحانة بالتميز الحمد لله والشكر كيرجع كامل للبنات كاملين تقاتلنا بنا بصورة مزيانة وشكرا للجمهور المغربي على المساندة ديالو. الحمد لله احنا فرحانين بهذا الإنجاز اللي وصلنا ليه، ماشي كان بالسهل ولكن ماشي خسارة في هذا الشعب اللي كيحب الكرة، وكنبغيو نشكروا سيدنا على الدعم ديالو اللي شجعنا، وكنبغيو نشكروا الجماهير اللي استقبلتنا، شكرا لهم ما كرهناش نكون درنا اكثر من هكا بحد ذاته. هذا الانجاز اللي وصلنا ليه بحد ذاته راه تشريف لكره القدم النسويه، تنبغي نقول لهم شكرا، شكرا كاع اللي ساندنا وتاقفينا، شكرا لهم. صراحه هذا الانجاز هذا ما جاش عبر الصدفه، جا من مورا واحد العمل ديال 3 سنين اللي كانوا فيها، كان واحد العمل اللي هو شاق وشاق بزاف، لا من ناحيه اللاعبات لا من ناحيه الستاف لا تكنيك لا ديريكسيون. حبس ديالكم سيرو ديالو انا راه مرضي انا.